بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم بإذن الله انطلاق الدورة الكروية ببلدية سيدي زهار، والتي عرفت مشاركة مميزة كيف لا، وقد وصل عدد الفرق المشاركة في الدورة الكروية الرياضية إلى 18 فريقا، من بينهم حوالي 8 فرق أو 9 فرق من بلدية مجاورة، من بلدية سواقي، من بلدية شلالة العذاورة، من بلدية بوسكن وغيرها. وهذا يدل على الإقبال الكبير لشبابنا الذي جعل هذا الملعب منتزها له. انطلقت الدورة الكروية المنظمة من طرف النادي الهاوي مستقبل سيدي زهار بمشاركة 18 فريق من مختلف البلديات المجاورة لبلدية سيدي زهار. نتمنى أن تسود الروح الرياضية طوال أطوار هذه الدورة الكروية التي جاءت بعد توقف طويل دام أكثر من 10 سنوات، ونتمنى التوفيق لكل القائمين على هذه الدورة الرياضية وشكرهم. الحمد لله الأجواء تاع الدورة، الحمد لله أول ماتش أجواء رائعة، روح رياضية عالية، ونشكر اللعبة على حسن السلوك، وبارك الله فيكم إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله يا ربي. ونشكر كل القائمين على هذه الدورة وإن شاء الله تكون دورة ناجحة، والسلام عليكم. اولا كما راك تشوف اليوم جرى افتتاح الدوره الرياضيه الخيريه، شرفونا السلطات بالحضور تاعهم كما راك تشوف انصار، ولكن كاين نقطه سوداء اللي هي كما راك تشوف الشعب قاعد في التراب. نطالب من السلطات المحليه والسلطات الولائيه، وزاره الشباب والرياضه تنظر الينا بعين الاعتبار. من المحال تتفرج في دوره رياضيه على الحجر وعلى التراب، لذا نطالب يعني في ينظروا لنا بعين الاعتبار.